أهلا بكم إلى الانتخابية. وفي عناوينها: بغداد ترفض استغلال ملف الانتخابات للتدخل الخارجي في الشأن العراقي، وترفض رسميا التواجد التركي على أراضيها. اكتمال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية، والسيسي يتحدث عن ضعف جاهزية منافسيه. حركة انسحابات ملحوظة في اليوم الأخير من انتهاء مهلة سحب الترشيحات للانتخابات النيابية اللبنانية. حركة النهضة تؤيد أي حوار من أجل تغيير القانون الانتخابي في تونس. أهلا بكم. أهلا بكم. التدخلات الخارجية بالشأن العراقي من بوابة الانتخابات قوبلت برد حاسم من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، ربما لبعد الاستحقاق الانتخابي عدا التجاذبات الدولية والإقليمية وحصره في إطار التنافس السياسي الداخلي، فيما برزت رسالة الخارجية العراقية الواضحة لأنقرة برفض بغداد أي وجود عسكري تركي على أراضيها. وفي لبنان تنتهي اليوم مهلة سحب الترشيحات للانتخابات النيابية، فيما اكتملت الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية في مصر مع ربط المرشح الأوفر حظا لولاية ثانية عبد الفتاح السيسي برودة المعركة الانتخابية بعدم جاهزية المنافسين. ولمتابعة التطورات الانتخابية سنكون مع شبكة مراسلين من العراق ومصر ولبنان وتونس، لكن البداية مع فريقنا إلى بغداد والزميلة فتون عباسي. أهلا بك فتون وإليك. يسعد مساكي رانا ومساء كل الزملاء في النوافذ الأخرى من البلدان العربية الأخرى التي ستشهد انتخابات أيضا قريبة. شكرا رانا. أهلا. من بغداد أهلا بكم مشاهدينا في النافذة الانتخابية الثانية لهذا اليوم من الانتخابية العراقية، حيث سنطلعكم على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي المفصلي، وأيضا سنحاول مناقشة كل هذه المستجدات مع الزميل محمد الفهد وأيضا مع ضيف ينضم إلينا في خلال هذه النافذة. إذن مشاهدينا نبدأ مباشرة بما أكده رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أكد أن بغداد لن تسمح للأعداء باستغلال ملف الانتخابات للتدخل في الشأن العراقي. في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أكد العبادي رفض تدخل أي دولة أو جهة خارجية أو طرف إقليمي في ملف الانتخابات العراقية، ليشير إلى أن الحكومة طلبت من الأمم المتحدة مراقبين لعملية الانتخابات لكي يثبت العراق للعالم أن الانتخابات العراقية نزيهة وسليمة وديمقراطية بشكل كبير. وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أكد عدم مشاركة الأجهزة الأمنية بالحملات الانتخابية لأي جهة كانت ولأي طرف كان. خلال ترأسه مؤتمرا أمنيا موسعا حول تأمين الانتخابات، دعا الأعرجي لعدم زج الوزارة ومفاصلها في أي دعاية انتخابية لأي جهة كانت، وذلك وفق الدستور العراقي وقانون قوى الأمن الداخلي. إذن الآن نتحدث عن كل المعطيات والمستجدات المتعلقة بالانتخابات العراقية مع الزميل محمد الفهد. مساء الخير محمد. مساء النور فتون، أهلا بك. أبدأ بسؤال مباشر، أين قد تكون المعركة الأقوى في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة؟ نتحدث عن الجمهور الانتخابي الأكبر في محافظات العراق، نتحدث عن العاصمة بغداد التي فيها 71 مقعدا في البرلمان، وهو أكبر نسبة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وهي أيضا وضعت نسبة إلى عدد نفوس العاصمة بغداد، 7 ملايين نسمة في العاصمة بغداد ووضعت هذه النسبة من المقاعد، وبالتالي أغلب الكتل ربما و40 حزبا في العاصمة الآن يتنافسون على هذه المقاعد لاعتبار أنها ربما هي متاحة للجميع وفيها جمهور انتخابي حتى متنوع ومختلف الكتل بمذاق
بمرجعياتها المذهبية وحتى القومية، وبالتالي الجميع ينظر إلى الجمهور الانتخابي في العاصمة بغداد هو هدفا رئيسيا. عندما يحصل البرلمان من 7 ملايين على 100 ألف صوت فهو بالنهاية سيصل إلى قبة البرلمان إن كان مستقلا، وإن كان ضمن قائمة فهو ربما يحصل على أقل من هذه الأصوات، وربما تضاف إليه الأصوات الأكبر التي يحصل عليها ربما التسلسل واحد في القائمة أو حتى القائمة، لاعتبار أن يعني طريقة التصويت في العراق أن الناخب يعطي صوته إلى القائمة ومن ثم يختار أحد مرشحي القائمة، وبالتالي تجمع هذه الأصوات وتقسم وفق القانون الانتخابي. بالتالي الكل يعتقد أن العاصمة بغداد هي ستكون ربما ذروة التنافس الانتخابي بين مختلف الكتل. نتحدث عن العاصمة بغداد، ما الذي يتطلبه فعلا المرشح لتتوفر له الحظوظ بأن يكون نائبا في بغداد؟ اختلفت البرامج والرؤى المطروحة من قبل المرشحين. المواطن يرى اليوم وفق ما يعني أضيفت له من معلومات وكذلك رؤية نحو السياسة، يريد المرشح أن يكون متكاملا، أن يكون قريبا من نبض الشارع، أن يكون يخرج يعني من مدن بغداد، من أزقتها، من مناطقها، وليس بعيدا أو لا يضع حاجزا بينه وبين المواطن. وبالتالي المواطن اليوم يسعى أن يكون المرشح هو يشبهه أو يشعر بما يريده المواطن، وكذلك أن يكون صاحب برنامج مقتضب أولا ليس فيه إسهاب، وأن يكون يعني. لكن أيضا هناك أحزاب قوية فعليا تتنافس في هذه الانتخابات، لن يكون لها الدور الأكبر لمرشحيها أو الحظوظ الأوفر لمرشحيها في الفوز في الانتخابات إن ما حاولنا أن نستند على الرصد طبعا والاستطلاعات. بالضبط فتون، لاعتبار أن هنالك قوائم هي جربت التنافس داخل العاصمة بغداد وحصلت على أصوات كبيرة، لاعتبار كما قلنا أعداد نفوس العاصمة اليوم مثلا الائتلافات التقليدية السابقة وحتى التي انشطرت عنها هي اليوم صاحبة حظوظ بالحصول على نسبة من أصوات ناخبي العاصمة بغداد. ممكن أن نسمي هذه الكتل، لدينا كتل تقليدية كائتلاف دولة القانون، الوطنية بزعامة إياد علاوي، تيار الحكمة الذي يعني أنشئ جديدا، كذلك المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري صاحب القاعدة الجماهيرية في إحدى ضواحي العاصمة بغداد، كذلك قوائم من اتحاد القوى هي أيضا تنافس في العاصمة بغداد. مختلف القوائم تنافس هنا في العاصمة بغداد لاعتبار أن كما قلت أن المجتمع في العاصمة هو متنوع، وأيضا هو جمهور ربما قريب من بعض الكتل. أيضا نسينا كتلة الفتح وهي كتلة جديدة أيضا تنافس، وأيضا لديها رصيد جماهيري لاعتبار أنها تضم عدد من فصائل الحشد الشعبي وما إلى ذلك، وكذلك التجارب الميدانية ربما تنعكس أيضا على مزاج الناخب واختياره. لذلك اليوم وضعت أغلب الكتل نصب عينها العاصمة بغداد لما تحويه من عدد كبير من المقاعد، وأيضا عندما تحدثنا عن البصرة والموصل، البصرة 25 مقعد، وربما أيضا الكتل الموجودة في البصرة هي قريبة أيضا من لون المجتمع البصري كما قلنا، وهي أيضا نفس الكتل الموجودة أو التحالفات الموجودة في بغداد أيضا لديها يعني قوائم هناك في البصرة، وأيضا الموصل 36 مقعدا أيضا هناك يحتدم التنافس لكن بين قوائم هي نابعة من المحافظة نفسها، وكذلك كردستان اليوم التي طرأ التشظي على الكتل الرئيسة فيها، وهنالك استجدت تحالفات جديدة من قبل المعارضة، حركة التغيير، الجماعة الإسلامية، التحالف من أجل العدالة والديمقراطية هذا تحالف وحده، وأيضا الحزبين التقليديين الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف الكردستاني أيضا دخلوا بقوائم، وبالتالي هي هذه المستجدات كل الكتل اليوم تستهدف جمهورها. والأمر الواقع الذي يمكن أن نتحدث عنه أن كل الكتل والتحالفات هي تبحث عن الجمهور الذي يتشابه مع شكل هذه القائمة سواء مذهبيا أو قوميا، وهو واقع حال يعني ليس خاطئا أن توضح هذه الكتل. على كل حال الحديث في الانتخابات يعني لن ينتهي، ولدينا أكثر من شهرين نتحدث عن هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن مباشرة السيد هادي جلو مرعي المرشح عن الحزب المدني العراقي. أهلا بك سيد هادي. أهلا، هل تسمعنا؟ نعم أسمعك جيدا. بداية هل تتوقعون انتخابات متغيرة عن سابقاتها وبأي طريقة؟ نعم، هنالك رغبة كبيرة لدى الشارع العراقي في التغيير، وهذا التغيير ليس فقط على المستوى السياسي ولكن على المستوى الاقتصادي والأمني
ربما بانتظار برامج أو آليات عمل مختلفة عن السابق، خاصة أن العراق شهد في الفترات الماضية منذ عام 2003 وحتى اللحظة متغيرات سياسية اقتصادية وأمنية وتجاذبات إقليمية ودولية عديدة أثرت في الخارطة السياسية وجعلت العراق ينتظر تغييرا ما مع فقدان الأمل في البداية في تحسن الوضع الأمني أو تحسن الوضع الاقتصادي، ولكن التطورات الأخيرة الإيجابية على بعض المستويات يعني أفضت إلى نوع من الرغبة في التغيير وشعور بأن هنالك إمكانية لهذا التغيير، ولكن أيضا الخارطة السياسية ما تزال تعتمد على بعض القوى التقليدية التي نشأت على أساس قومي وطائفي، وهذه القوى مؤثرة ما تزال في الشارع، خاصة وأن هنالك نوع من الانزياح الطائفي أو الانحياز الطائفي الانحياز القومي، ويعول بعض المرشحين وبعض القوى السياسية على انتماءات طائفية وقومية من أجل الحصول على أصوات الناخبين العراقيين، وبالتالي المعركة الانتخابية ستكون شرسة بالفعل. هنالك قوى سياسية تعول كثيرا على انتماء الطائفي، قوى سياسية تعول على دخولها في الميدان العسكري ومواجهة لتنظيم داعش، كتلة رئيس الوزراء تعول على مبدأ يعني الانتصار على التنظيمات الإرهابية والانفتاح على العالم الخارجي وإعادة العراق إلى الواجهة مرة أخرى، ولكن القوى المدنية التي تدخل لأول مرة بهذه الطريقة والديناميكية العالية ربما ستكون حاضرة في المشهد حتى وإن لم يكن هذا الحضور كبيرا ومؤثرا، ولكنه يمثل رغبة لدى أوساط شعبية وفئات مثقفة وأكاديمية في إحداث تغيير ما في تحريك الشارع العراقي نحو هدف مختلف، وأعتقد أنه الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لهذا التغيير. نعم، وفعلا أنتم تقولون ذلك، وقلتم أنه من الجنون أن تعاد ذات الوجوه السياسية في الانتخابات المقبلة، وبأن الحزب سيعمل على تعديل المسار ومحاسبة المسيء. تدخلون إذن بوجوه جديدة فعليا، ما عدد هذه الوجوه؟ حدثنا أكثر عن طريقتكم في خوض هذه المعركة. نعم، القوى المدنية ليست واحدة ولديها أفكار وربما تنتمي إلى أيديولوجيات مختلفة أيضا على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي والعقيدي، وهي لا تنتمي إلى تيار فكري واحد، وبعضها تقليدي في الساحة العراقية وإن كان غير مؤثر منذ فترة طويلة ولا يحصل على دور وتأثير بسبب الانتماءات الطائفية والقومية التي تحكم المشهد العراقي، ولكن هذه القوى أيضا تعول على مبدأ أن الشعب العراقي ما يزال يعاني، وأن القوى التقليدية في الساحة العراقية فشلت فشلا ذريعا في بناء الدولة، وأنها أصبحت جزء من مافيات وعصابات فساد، وبالتالي الشعب العراقي إذا صوت لمثل هذه الوجوه ولمثل هذه الأحزاب ولمثل هذه القوى فأعتقد أنه سينتحر، لأن هذه القوى لم تجلب إلى العراق سوى الخراب، وهي الآن جعلت العراق أكثر دولة ذات مديونية عالية في العالم وأكثر دولة في الفساد والخراب المجتمعي، وعطلت الحياة بشكل كبير، وبالتالي المواطن العراقي يريد من ينتشره. أنتم حزب جديد كما تقول، أنتم حزب جديد، هذا الحزب تشكل في أواخر العام الماضي، إلى أي حد تتوقعون بأن لديكم حظوظا في الانتخابات المقبلة، وعلى ماذا فعليا تعولون؟ يعني الهدف ليس الحصول على مقاعد في البرلمان، هذا هدف يمثل جزء من أشكال الرغبة وهي موجودة لدى بقية الأحزاب، بمعنى آخر أن هنالك من يريد أن يحصل على مقعد في البرلمان لكي ينتفع ولكي يستفيد ولكي يحصن نفسه ولكي يكون جزء من المعادلة السياسية الفاسدة. نحن لا نبحث عن ذلك، نحن نبحث عن تغيير ما، عن ديناميكية، عن رسالة توجه إلى الشعب العراقي بأن هنالك قوة يمكن أن تحمل الأمانة نيابة عن هذه القوى الفاسدة، أو يعني على خلاف أو بدلا من هذه القوى الفاسدة التي تعود الشعب العراقي أن يصوت لها منذ سنوات طويلة منذ عام 2003 وحتى اللحظة، ولم تغير له ما أراد ولم تحقق له الأهداف، وبالتالي على الشعب العراقي أن يلتقط الرسالة، وإذا أراد الشعب أن لا يلتقط هذه الرسالة فهو الذي سيتحمل المسؤولية، وبالتالي من المعيب أن يخرج إلى الشوارع ويتظاهر ويعتصم ويطالب الخدمات إذا كان هو الذي يصوت للفاسدين، فلماذا يعترض ولماذا يتظاهر؟ إذن عليه أن يختار وجوه جديدة وأن يختار أحزاب جديدة لكي يجرب حظه بطريقة مختلفة. أما إذا كان العراقيون يصوتون لنفس الفاسدين ولنفس الأحزاب ولنفس القوى ولنفس العصابات فالشعب العراقي شريك لهذه العصابات. طيب سيد هادي، سؤال أخير لو سمحت، هل يمكن أن يكون لكم تحالفات مستقبلية معينة مع من؟ يعني كل القوى السياسية في البرلمان العراقي المقبل بالتأكيد ستبحث عن تحالفات، ولكن
هذا أمر سابق لأوانه. أولا علينا أن نستشرف الخارطة السياسية كيف ستحدث المتغيرات، من الذي سيكون في الواجهة. نحن نؤمن بأن هنالك قوى وأشخاص يدخلون الآن العملية السياسية أو الانتخابات ولديهم النوايا الصالحة، ولديهم خاصة الذين ضحوا في ميدان المواجهة مع داعش والذين قدموا الشهداء والتضحيات. لا يجب أن نغمط حق الجميع، ولا يجب أن نقول أن الجميع فاسد، ولا يجب أن نقول أن الجميع يريد أن يحقق مكاسب. إذن حتى مع وجود رغبة في تحقيق المكاسب، ولكن المكسب الأكبر هو إعادة بناء الدولة. بالتالي الكل يمكن أن يكون شريكا إذا كان صالحا ولديه النوايا الطيبة. أشكرك هادي جلو مرعي المرشح عن الحزب المدني العراقي، كنت معنا مباشرة من بغداد. إذن مشاهدينا، منذ التغيير وحتى الآن لم يكسر العراقيون القاعدة الثلاثية التي تتوزع وفقها الرئاسات الثلاث في البلاد. فرغم أن الدستور يدعم الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة، إلا أنه لا يمنع أن تكون رئاسة الحكومة أو الجمهورية أو البرلمان لصالح شخصيات غير مذهبية أو غير قومية. محمد الفهد يطلعنا أكثر على التفاصيل. منذ التغيير عام 2003 وحتى الآن يبحث ساسة العراق عن طريقة لكسر المعادلة السائدة، إذ تقضي بتولي الشيعة رئاسة الوزراء والكرد رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان، معادلة لم ينص عليها الدستور لكنها لا تتعارض معه. أفرزتها الديمقراطية التوافقية بين الأفرقاء، لكنها سرعان ما تحولت إلى محاصصة سياسية تلقي بآثارها السلبية على الأداء السياسي وفق المراقبين. هذه القاعدة لا نستطيع كسرها في الوقت الحاضر، خصوصا أن الديمقراطية هو حكم الأغلبية، وبالتالي بما أنه الشيعة يمثلون الأغلبية فأكيد راح يكون أصواتهم ومقاعدهم أكثر من الغير، وبالتالي يحتاج أن تشكل الحكومة على أساس هذه المقاعد وهذه الأصوات. طرحت الأغلبية السياسية من قبل أطراف فاعلين كخطوة لكسر عرف المحاصصة السائد، لكنها لم تلقى إجماعا بين الأفرقاء بسبب الخشية من الإقصاء. تلا ذلك رفع شعار الكتلة العابرة للقومية والمذهبية، لكن لم تتضح معالمه حتى الآن بسبب القانون الانتخابي وتعدد الكتل ما قبل الانتخابات. رأينا فشل في الشراكة، حقيقة فشل في الشراكة، اليوم الاتجاه إلى الأغلبية السياسية وهي النظام الناجح في العراق، وممكن أن يبتعد كثيرا عن المحاصصة وأن لا تكون رئاسة الجمهورية لفلان، لأن هذه ما موجودة في الدستور. التعددية القومية والدينية والمذهبية التي يتكون منها المجتمع العراقي دفعت بالسياسيين ممن يمثلون تلك التنوعات إلى وضع برامج لا تتخطى حدود كل مكون، فضلا عن تمسكهم ببعض المناصب وكأنها موزعة وفق المذهبية والقومية وليست استحقاقا انتخابيا وفق الدستور. تكوين جبهة سياسية متنوعة الأيديولوجيات، لكنها في الوقت نفسه تتفق على مشاريع سياسية موحدة، قد يكون أهم خطوة للوصول إلى دولة المؤسسات وليس ضمن الثقل المذهبي أو القومي المعتاد والذي لم ينص عليه الدستور العراقي كما يرى مراقبون. محمد الفهد، بغداد، الميادين. نعم، إذن الآن من جديد نعود إليك محمد الفهد، أو بالأصح منك وإليك مجددا. محمد، تحدثنا قبل قليل عن بغداد تحديدا، عن البصرة، لكن إن ما تحدثنا عن المناطق التي تطغى عليها العشائر أكثر، كيف يمكن أن نتوقع فيها شكل المعركة الانتخابية؟ يعني الطابع العشائري ينتشر في المحافظات الغربية للعراق وحتى غالبية المحافظات الجنوبية. أيضا الطابع الانتخابي هو يأخذ انتماء المواطن الأيديولوجي وأيضا ارتباطه بالمرشح وارتباطه بالبرنامج. كما قلنا، تطلعات وهموم الجمهور العشائري لا يختلف عن الجمهور المدني مثل ما قلنا، لأن الجميع هو بحاجة إلى خدمات، وبالتالي هو سيختار وفق هذه الشعارات التي ترفع، وأيضا يختار المرشحين المنبثقين أو القريبين من هذا الجمهور. وأيضا ستحتدم ربما التجربة هناك لاعتبار أن ربما من يقدم لهذا الجمهور ما يريده، وكذلك الوعود والشعارات التي ترفع ربما تؤثر على رغبة الناخب وتجذبه، ولا سيما في بعض المناطق الغربية كما قلنا هنالك بعض المرشحين ربما تناغموا مع شعارات الانتصار
على داعش، وأيضا ربما قالوا نحن وفرنا الأمن لهذا الجمهور العشائري أو الجمهور جمهور البادية كما يوصف أيضا أو الجمهور الريفي، أعادوا هؤلاء مثلا النازحين إلى مناطقهم. البعض طالب بحقوقهم كحقوق جمهور ريفي أو جمهور عشائري، وبالتالي هذه الشعارات هي تتناغم مع ما يريدونه. وبالتالي واقعا النازحين الذين لم يعودوا حتى هذه الساعة إلى مناطقهم، كيف يستطيعون أن يمارسوا هذا الحق الانتخابي؟ المفوضية وفرت مستلزمات للناخبين في مختلف الأماكن، يعني حتى في السجون لهم الحق أن يدلوا بأصواتهم، وأيضا يعني مخيمات وفي الخارج أيضا لكل عراقي حق الإدلاء بصوته واختيار من يمثله، هذا ضمن القانون. المفوضية أنشأت مراكز في مخيمات النزوح ولا سيما في الموصل، تقوم بتحديث سجلات الناخبين، توزيع البطاقات الانتخابية على من فقدها أثناء الحرب، وكذلك ستكون هنالك مراكز قريبة من هؤلاء سيدلون بأصواتهم وكأنهم في مناطقهم وفق ما تنظمه مفوضية الانتخابات. وبالتالي المفوضية تقول وحتى الحكومة أن حق هؤلاء مكفول، وهذا ردا على من يقول أن لدينا جمهور انتخابي نازح بعيد عن مناطقه، فكانت هذه الإجابة، لأن المفوضية تذهب إلى المواطن أينما كان كما تقول المفوضية وتنشئ مراكز كي يدلي بصوته. أن المعركة بدأت تأخذ الملامح الأولى لها، الأفرقاء باتوا يستضيفون وفودا، مثلا على سبيل المثال السيد نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية استضاف وفدا من المثنى، ما الذي يعنيه ذلك في إطار هذه المعركة الانتخابية؟ نعم، لكل مرشح ورئيس كتلة وزعيم حزب جمهور في جغرافيا متعددة، ليس في محافظة واحدة. مثلا زعيم حزب معين لديه جمهور في العاصمة بغداد، ولديه جمهور في البصرة، ولديه جمهور في واسط والمثنى والنجف وما إلى ذلك. أيضا زعيم حزب سياسي مثلا لديه جمهور انتخابي في بغداد وفي المحافظات الغربية، وهكذا. هذا التواصل هو ضمن يعني توثيق التقارب ما بين زعيم الحزب والمرشح أو رئيس القائمة مع هذا الجمهور، لاعتبار أن القائمة هي ليس محصورة في محافظة معينة. مثلا لدينا قائمة 1000 هي ترشح مرشحين في بغداد وأيضا مرشحين في البصرة وفي واسط وفقا لجمهورها الانتخابي في تلك المحافظة، وهكذا هي الأصوات. تبقى معنا محمد الفهد. والآن إذن مشاهدينا سنعرض لكم مع الزميلة مريم عثمان عرضا مباشرا عن الأقليات ومقاعد الأقليات فعليا في البرلمان العراقي. مساء الخير مريم. مساء الخير فتون، أهلا بكم مشاهدينا. 9 مقاعد من أصل 329 خصصت للأقليات في العراق خلال الانتخابات النيابية المقبلة، 5 من هذه المقاعد المسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك والكرد الفيليين. توزيع مقاعد الأقليات على المحافظات العراقية سيكون كالتالي: مقعدان في العاصمة بغداد، واحد للمسيحيين والثاني للصابئة المندائيين، مقعد واحد للمسيحيين في أربيل، ومقعد واحد للمسيحيين الأشوريين في كركوك. 3 مقاعد في الموصل، واحد للمسيحيين وواحد للشبك وواحد للأيزيديين، ومقعد واحد للمسيحيين في دهوك، وأخيرا مقعد واحد للكرد الفيليين. وهذا المقعد استحدث للمرة الأولى بعد مطالبة هذه الأقلية بضرورة منحها حصة في البرلمان. توزيع هذه المقاعد جاء بعد تعديلات على قانون الانتخابات وقرار مجلس النواب العراقي بالاتفاق مع الأفرقاء السياسيين على إنصاف الأقليات والسماح لها في المشاركة السياسية بمجلس النواب عبر نظام الكوتا. انصهار الأقليات العراقية ضمن أحزاب وكتل سياسية من غير طائفتها أو قوميتها شتت أصوات ناخبيها، إذ إن الأقليات التي تصل إلى البرلمان عبر الانتخابات العامة خارج الكوتا تحمل إيديولوجيا الحزب الذي ترشحت عنه. الأقليات الدينية والعرقية في العراق تدخل الانتخابات هذه المرة في ظروف مختلفة عن الانتخابات الماضية بعد تعرضها للإرهاب والتهجير المنظم من قبل تنظيم داعش خلال السنوات الماضية.
الأقلية الإيزيدية تعد الأكثر تضررا من إرهاب داعش بعد تهجيرها عام 2014 وارتكاب داعش مجازر بحق المدنيين العزل وإعدامه المئات منهم، فضلا عن أسره وسبيه الآلاف من النساء والأطفال. الإيزيديون ينظرون اليوم إلى الانتخابات كشيء ثانوي، أولويتهم إعادة إعمار مناطقهم المحررة والكشف عن مصير المفقودين لدى داعش، فضلا عن تعويض المتضررين. والآن عودة إليك فوتون. شكرا جزيلا لك مريم. إذن أيضا في المستجدات بأمور أخرى ليست في الانتخابات العراقية، وفي موقف رسمي هو الأول منذ بدء التوغل التركي، أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وكيل وزير الخارجية التركية أحمد يالدز رفض بغداد القاطع إجراء عمليات عسكرية على أراضيها وخرق حدودها. الجعفري طالب بانسحاب القوات التركية من بعشيقة مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين. ميدانيا ارتفعت حصيلة هجوم داعش على طريق بغداد كركوك إلى 21 شهيدا، ووفق مراسلنا فإن عناصر من التنظيم ارتدوا زيا عسكريا ونصبوا حاجز تفتيش وهميا في طريق بغداد كركوك. وفي موازاة ذلك أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما عنيفا شنته عناصر تنظيم داعش عند قاطع تل شرف في قضاء طوس خرماتو شرق تكريت. ومرة أخيرة الزميل محمد الفاد ونتحدث مباشرة عن تصريحات الوزير الجعفري. إذن هو رفض قاطع للوجود التركي على الأراضي العراقية حتى عاد للمطالبة بخروجهم من بعشيقة، ليس فقط على ماذا يدل ذلك وإنما إلى أين يأخذ العلاقة ما بين الترك والعراق. يعني ربما هو الموقف الرسمي الواضح حتى اللحظة بعد التوغل التركي، وليس الموقف الأول الذي تطلقه الدبلوماسية العراقية وهي الواجهة الخارجية طبعا للعراق، كان لها مواقف سابقة. وأيضا كان إبان لقاء وزير الخارجية العراقي الجعفري مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في العام الماضي في بغداد، وأيضا صرحا عن قرب انسحاب القوات التركية من بعشيقة، لكن ذلك لم يحدث رغم مطالبة العراق ورغم نقل هذا الملف إلى الجامعة العربية التي طالبت بالانسحاب التركي وحتى الأمم المتحدة في ذلك الوقت. اليوم ربما يمثل هذا الموقف هو موقفا صريحا من العراق، لكن يحتاج إلى تطبيق على أرض الواقع. من زاوية أخرى أيضا تتحدث أطراف تنفيذية عراقية حتى رسمية عن حاجة البلدين إلى تحديث الاتفاقيات ما بين تركيا والعراق الأمنية السياسية، عطفا على مواقف هذه الأطراف واستنادا إليها. هل تتوقع هذه الأطراف تعقيدا في العلاقة التركية العراقية مستقبلا، أم أنه الأمور ستذهب إلى نوع من الحلحلة على قواعد جديدة؟ تذهب إلى التعقيد في حال أصرت تركيا على التوغل وربما أوصدت الأبواب تجاه الرغبة العراقية بالتنسيق المشترك واحترام السيادة، وأيضا لجهة حفظ الحدود العراقية وكذلك عدم التجاوز عليها. أما نحو الحلحلة إذا ما فتحت تركيا قنوات اتصال جدية مع العراق وكانت هنالك يعني اتفاقيات او تعاون مرحلي مؤقت ما بين البلدين يحظى برضا الطرفين، ربما هذا يؤدي ايضا الى تحسين العلاقه بين الطرفين. لكن في ذروه التصعيد ما بين بغداد وانقره السابقه والتي جاءت على خلفيه تصريحات اردوغان السابقه ضد الحكومه العراقيه لم تتعقد كثيرا العلاقه، لاعتبار ان العراق ربما هو سوق استهلاكيه من الجانب الاقتصادي لتركيا. ايضا تركيا لديها ربما بعض الأسلحة كانت في السابق تستخدم ربما يعني علاقاتها مع اقليم كردستان العراق كورقة ضاغطة على المركز، وفي اوقات اخرى او في الوقت الحالي ايضا تستخدم الورقة المائية ضد العراق، وهو موضوع خطير جدا يعني نبه اليه المسؤولون العراقيون. بالتالي هي ملفات مرتبطة مع بعضها، ملفات شائكة ربما تحتاج الى فرز والى والى حلحلة بين الطرفين. اشكرك محمد الفهد على وجودك معنا في هذه النافذة الثانية الانتخابية العراقية، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتكم لهذه النافذة الانتخابية الثانية لهذا اليوم الإخباري. أشكركم كل الشكر وإليك من جديد رانا.
شكرا لك يا فتون على وضعنا في صورة المستجدات الانتخابية في العراق، وربما يعني في الإضاءة على أكبر الدوائر الانتخابية إن صح التعبير في بغداد والموصل والبصرة، بالإضافة إلى وضعنا في صورة المجتمع العشائري وأيضا وضع الناخبين النازحين في العراق وأيضا الملف العراقي التركي. شكرا جزيلا لك فتون ولفريق العمل في بغداد. إذا مشاهدينا فاصل ونستكمل بعدها الانتخابية. أهلا بكم من جديد. مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية يوم الأحد المقبل تكتمل الاستعدادات اللوجستية للاستحقاق، بينما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة إلى قلة فرص منافسيه بالفوز لعدم جاهزيتهم الانتخابية. إذن تعيش مصر الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد المقبل. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار إبراهيم لاشين أشار إلى أن الهيئة وضعت ضمانات قانونية ودستورية لإجراء انتخابات نزيهة تليق باسم مصر، وقال إنه جرى توزيع 17,000 قاض للإشراف على الاقتراع. لاشين أشار إلى أن الانتخابات التي جرت على مدى 3 أيام في الخارج تجاوزت نسبة المشاركة فيها 76%. عزى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبب في عدم وجود تنافسية في الانتخابات الرئاسية إلى عدم جاهزية المنافسين لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أنه كان يتمنى وجود 10 منافسين. يعني أنتم بتكلموني في موضوع أنا ماليش ذنب فيه خالص، صحيح يعني والله العظيم أنا بحلف بالله العظيم أنا كنت أتمنى أن يكون موجود معانا 1 و2 و3 و10 من افاضل الناس وتختاروا زي ما انتوا عايزين. وايه اللي حصل؟ احنا لسه مش جاهزين. مش عيب يعني، ما هو يعني احنا بنقول الاحزاب اكتر من 100 حزب، طب في قدموا حد كتير. ومعنا من القاهره مدير مكتب الميادين محمد ناصر. محمد، يعني انطلق معك من الكلام الاخير للرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار شعب ورئيس، بدايه هل هناك من ردود فعل على ما ورد في هذا المقابله وهذا الحوار؟ نعم بالفعل، ما زالت ردود الافعال تتوالى حول الحوار الذي تم بثه في الفضائيات المصريه بالامس، حيث هناك انطباع كبير بان الاداء الذي قام به الرئيس السيسي او الحوار الذي تم كان حوارا غير تقليديا، وكان الرئيس عفويا بشكل كبير وصادقا بنسبه كبيره في وجهة نظر مؤيديه. ايضا كان هناك من اللافت انه تم عرض اراء كثيرة للمواطنين العاديين في الشارع، بعضهم المؤيد بدرجة كبيرة للرئيس السيسي والآخر المؤيد بشروط، ومنهم من هو معترض على أداء الرئيس المصري. أكثر ما لفت الانتباه في هذا الحوار وما تناوله كثيرا من المواطنين هنا بالحديث تأكيد الرئيس المصري ودعمه لحرية الرأي والتعبير بشكل كبير ورفضه لتخويف أي مواطن مصري من الإدلاء برأيه، وأكد أن ما الأمر كله يتطلب ضرورة مشاركة الجميع بالحوار والرأي، وأن من يتم الوقوف أمامه فقط هو من يدعو إلى العنف أو يدعو إلى تقويض مؤسسات الدولة. أيضا ما زالت ردود الأفعال تتوالى حول ما ذكره حول المؤسسة العسكرية تحديدا وما يقال حول دورها الاقتصادي في مصر، حيث يرى كثيرين أنها تلعب دورا اقتصاديا كبيرا، الأمر الذي نفاه الرئيس المصري وأكد أن حجم اقتصاد القوات المسلحة لا يتجاوز 3% من حجم الاقتصاد الكلي المصري، وان ما تقوم به القوات المسلحه هو مساعده الدولة ومؤسساتها في تلك الفترة الحرجة. أيضا هناك دعم كبير للرئيس المصري في مشروعاته الكبرى وبخاصة مشروعات البنية التحتية، وإن كان المواطنين المصريين يعولون على المرحلة القادمة للرئيس المصري ودورته الرئاسية القادمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل أعداد كبيرة من المواطنين وشرائح كثيرة من المواطنين بسبب الإصلاح الاقتصادي وتعويم العملة المصرية، الأمر أدى إلى زيادة التضخم بشكل كبير وارتفاع الأسعار بشكل كبير. ما زالت ردود الأفعال تتوالى وما زالت آراء الناس
متباينة حول هذا الحوار، والذي يرى كثيرين أنه جاء غير تقليدي وجاء مختلف عن كافة الحوارات السابقة. طيب هذا في مخص الحوار محمد، يعني لو تضعنا أيضا في صورة الحملات الانتخابية جديدها. نعم بالفعل ما زالت الحملات الانتخابية لكلا المرشحين متواصلة، خاصة قبل أيام قليلة من بدء الصمت الانتخابي يوم السبت القادم قبل الانتخابات يوم الاثنين 26 مارس آذار الجاري ولمدة 3 أيام. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفالية كبيرة للأسرة المصرية قام خلالها بتوزيع الجوائز وتوزيع على الأمهات المثاليات وأيضا تكريم أمهات الشهداء، دعا المرأة المصرية إلى المشاركة بفعالية كبيرة في الانتخابات القادمة ودعاها إلى حث أبنائها ورجال الأسرة المصرية على المشاركة الكبيرة، وقال أنه يدعو ويوجه نداء هام إلى أبناء الشعب المصري برجاله وسيداته وشبابه وشيوخه بالمشاركة الكبيرة في هذا اليوم أيا كان رأيهم في تلك الانتخابات. نعم. حتى يبدو المصريين أمام العالم أنهم الوحيدين القادرين على تغيير وعلى دعم من يريدونها من الشعب المصري أو تغييره كيفما تراءى لهم في قيادته. المرشح الآخر موسى مصطفى موسى عقد أيضا قبل ساعات قليلة مؤتمرا صحفيا أكد فيه أنه ما زال في حملات الانتخابية وأنه يدعو المواطنين إلى النزول بأعداد كبيرة وأن مشاركته في تلك الانتخابات جاءت من أجل تزكية الحالة الديمقراطية في البلاد، وأكد أنه وإن كان من الصعب عليه منافسة مرشح مثل الرئيس السيسي إلا أن هذه المعركة سوف تدعم الديمقراطية في مصر وتدعم المسار الديمقراطي خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك محمد ناصر، وأنت مدير مكتب الميادين في القاهرة. تيران وصنافير لعلهما من أبرز العناوين الانتخابية التي يستخدمها معارضو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في النقاش السياسي الدائر في هذه الأيام في المحروسة. لمحة عن أبرز ملامح قضية الجزيرتين مع ملاك خالد. تيران وصنافير جزيرتان استراتيجيتان الموقع في مدخل خليج العقبة لم تناقش مصريتهما تاريخيا إلا لدى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر قبل نحو عامين. إثبات مصرية الجزيرتين ورفض التنازل عنهما كان خيار آلاف المصريين عبر احتجاجات في الشارع ومنازعات قضائية وصلت إلى المحكمة الإدارية العليا. قد وتر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. رأي السلطات المصرية كان مختلفا، تجاهلت القرارات القضائية الملزمة وحولت اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان الذي أقرها في انتهاك لدستور البلاد، والجزيرتان الآن سعوديتان. مع انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية في القاهرة عاد اسم الجزيرتين إلى التداول كاتهام للنظام المصري الحالي بالتخلي عن أراضي مصرية رويت بالدم خلال الحروب ولا سيما ضد إسرائيل. خصوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرفون أنه سيفوز في الانتخابات وأن نظام الحكم الحالي سيستمر بخططه الاقتصادية والسياسية، لكنهم يقولون أن ذلك لا يعني أن قضية تيران وصنافير ستنسى، بل هي ستظل حاضرة وراهنة. خليج العقبة هو أرض مصري، الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء و جزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. يستعيد كثر جزم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بهوية الجزيرتين ويعجبون من تغير الحال، لكنهم موافقون بأن التنازل عن تيران وصنافير خطأ تاريخي واجبهم تصحيحه مهما طال الزمن. في لبنان تنتهي اليوم مهلة سحب ترشيحات للانتخابات النيابية، وبحسب مصدر في وزارة الداخلية للميادين فأن اليوم الأخير شهد حركة انسحابات ملحوظة من مختلف الدوائر الانتخابية، وحتى ساعة إعداد هذا الخبر بلغ عدد المرشحين المنسحبين نحو 30 مرشحا خلال اليوم الأخير فقط، على أن تعلن أسماء المرشحين المنسحبين بالكامل عند منتصف ليل الأربعاء الخميس.
وينضم إلينا من الكورة مراسل الميادين جمال الغربي. جمال، يعني هل رست التحالفات واللوائح في الشمال بداية بشكل عام على ما هو واضح؟ نعم، يعني بدأت ترتسم يعني معالم اللوائح في محافظة الشمال اللبناني، حيث سيكون هناك ثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي محافظة عقار الحدودية مع سوريا، والتي سيتنافس يعني على سبع مقاعد: ثلاثة سنة، مقعدان روم أرثوذكس، مقعد ماروني ومقعد علوي. لائحة تيار المستقبل اكتملت، سيعلن عنها يوم السبت في عكار خلال زيارة لرئيس الحكومة اللبنانية، وهو رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، في مهرجان شعبي. منذ قليل علمنا بأن لائحة القوى الوطنية والشخصيات الوطنية، إضافة يعني إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة وتيار الوطن الحر، قد أنجزت، وهي بحاجة يعني لوضع بعض يعني اللمسات الأخيرة، ومن المفترض في خلال يعني غدا أو بعد غد ستعلن هذه اللائحة، فضلا عن لائحة أخرى تضم يعني بمعظمها أو جميعها من النسوة، فضلا عن لائحة أخرى للمجتمع المدني. فيما يتعلق باللائحة المدعومة من وزير العدل السابق أشرف ريفي، فهناك تباين ما إذا كان ستستمر هذه اللائحة، وخصوصا بعد انفراد عقد التحالف بين أشرف ريفي والنائب تيار المستقبل الذي أعلن الانسحاب، خالد الظاهر، نائب تيار المستقبل خالد الظاهر، الذي أعلن انسحابه وفرض التحالف مع أشرف ريفي لمصلحة لائحة تيار المستقبل. هذا فيما يتعلق بالدائرة الأولى. أما في الدائرة الثانية والتي تضم قضاء يعني قضاء المنيا الضمني طرابلس، وهي كبرى الدوائر في هذه المحافظة، تضم 11 مقعدا، ثمانية للمرشحين أو ثمانية على المقاعد السنة، مقعد ماروني ومقعد للروم الأرثوذكس ومقعد علوي. جميع الترتيبات للائحة التيار المستقبل قد أنجزت، الأسماء باتت معروفة، سيعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الأحد خلال زيارته مدينة طرابلس، وجميع أعضاء هذه اللائحة هم من تيار المستقبل. نعم. فيما يتعلق سريعا جمال، كم لائحة في الدائرة الثانية؟ سريعا لو سمحت، كم لائحة في الدائرة الثانية، وكم لائحة لو أيضا سمحتي في الدائرة؟ السؤال؟ نعم جمال، هل تسمعني الآن؟ في دائرة طرابلس، يعني بحسب التقديرات وبحسب المعلومات الواردة، المعلومات تتحدث عن إمكانية أن تتنافس ثمانية أو تسع لوائح في تلك الدائرة، دائرة طرابلس الثانية. فيما يتعلق، حيث نحن هنا في قضاء القرى والتي تنضم يعني إلى دائرة الشمال الثالثة، هذه الدائرة هي أم المعارك. هنا في هذه الدائرة تكتسب يعني المعركة أهمية خاصة، وخصوصا أن القوى المسيحية الكبرى في لبنان لها الثقل الأساسي في هذه الدائرة، وسيتنافس فيها يعني سيترأس يعني لائحة تيار الوطن الحر وزير الخارجية ورئيس التيار جبران باسيل لائحة بالتحالف مع تيار المستقبل، بعد انضمام الوزير نقولة غصن المحسوب على تيار المستقبل إلى هذه اللائحة، فضلا يعني عن لائحة تيار المردة المتحالفة مع الحزب السوري القومي الاجتماعي والوزير. هل هناك من لائحة ثالثة؟ إضافة، هل هناك من لائحة ثالثة في دائرة الشمال الثالثة؟ نعم، هناك يعني أربع أو خمس لوائح. لائحة ثالثة هي للائحة القوات اللبنانية، والتي من المفترض أن تترأسها زوجة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السيدة سريدة جعجع. هي لائحة ستكون يعني غير مكتملة، فضلا يعني عن لائحة أخرى لحزب الكتائب بالتحالف مع المجتمع المدني، ولائحة خامسة نواتها جميعها من المجتمع المدني. شكرا. هنا تسمى المعركة، يطلق عليها أم المعارك في هذه الدائرة، وهي بحسب يعني المتابعين هي معركة لتحديد أحجام القوى النافذة في هذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك جمال، وأعتذر ولكن لضيق الوقت، شكرا لك على كل هذه المعلومات فيما خص يعني دوائر الشمال الثلاثة، شكرا لك. ومن انتخابات لبنان إلى تونس، حيث يستمر الجدل بشأن المطالبات بتعديل القانون الانتخابي، فيما أغلقت الرئاسة الأبواب أمام أي مبادرة أغلقت الرئاسة الأبواب أمام أي مبادرة لتعديل الدستور. أيد
أكدت حركة النهضة أي حوار مطروح بعمق حول كل مبادرة من أجل تغيير القانون الانتخابي بما يخدم الاستقرار السياسي ويضمن التمثيل التعددي. وفي بيان وصفت الحركة الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى 62 لإعلان الاستقلال بالمهم، مثمنة ما ورد فيه من تشديد على مكسب الاستقلال وقيمة الحرية. تعتبر أن الجزائر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي عبد اللطيف المكي نفى مسؤولية حركة النهضة عن القانون الانتخابي، وفي حديث لقناة الميادين قال المكي أن نتائج الانتخابات المحلية المقبلة ستظهر الحجم الحقيقي للأحزاب. فلذلك نحن لسنا مسؤولين عن هذا القانون الانتخابي إن وجدت محاولات جدية لتطويره من أجل إفراز أغلبية واضحة، فإن سنساهم في ذلك بوجهة نظرنا بالتأكيد، لأن غاية ذلك القانون كانت منع هيمنة حركة النهضة، والآن هم يقعون في ما نصبوه من فخاخ. كنا نطالب عكس ذلك. وينضم إلينا من تونس مراسل الميادين عماد شتارة. يعني عماد، يعني لا شك بأن خطاب الرئيس الباجي قائد السبسي لا يزال في دائرة التفاعل، هناك ردود فعل عديدة يعني وردت عليه، ربما يعني أبرزها من حركة النهضة. هل هناك من ردود أخرى تحديدا فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي؟ نعم، بالنسبة لحركة النهضة رحبت بتعديل القانون الانتخابي، وكل الأحزاب الكبرى ربما تذهب في هذا التمشي لأنه يخدم صالحها. تغيير تعديل القانون الانتخابي من النسب إلى الأغلبي يعطي أكثر حظوظ للأحزاب الأغلبية، ولكنه يحد من إمكانية وصول الأحزاب الصغيرة أو الائتلافات الحزبية الصغيرة إلى المجلس النوابي. الأحزاب التي استفادت من مناخ الحرية بعد الثورة والتي أصبحت لها أصوات تسمع سواء داخل المجلس أو في الإعلام، حتى وإن كانت هذه الأصوات محدودة الفاعلية، كان موقفها معاكسا لموقف حركة النهضة. نذكر على سبيل الذكر للحصر حزب التيار الديمقراطي أصدر اليوم بيان واعتبر بأن هذا انحراف بالمسار الديمقراطي، وبأن تونس لم تستكمل بعد مسارها الديمقراطي حتى تدخل في عملية التقييم والتعديل. هناك تخوف من أحزاب المعارضة صراحة من أن تعديل النظام الانتخابي من النسب إلى الأغلبي ربما يؤدي بالبلاد إلى العودة خطوات إلى الوراء، لأن سيصبح المشهد تقريبا منحصر بين الأحزاب الكبرى، والأحزاب الصغيرة ستندثر من المشهد السياسي وستغيب عن الحضور والفاعلية البرلمانية التي ستصبح يعني محاصصة واضحة وصريحة لا وجود فيها ولا كلمة فيها مسموعة للمعارضة. في الناحية المعاكسة الأحزاب الأخرى ترى أن تشتت الأصوات لا يخدم الحياة الديمقراطية، لأنه يولد مجلس يعني فسيفسائي لا أغلبية فيه لجهة معينة، وبالتالي ينتج حكومات ائتلافية لا واحدة فيها يمكن لها أن تفرض برنامجها للحكم. وهذا الحكم الائتلافي يبقى دائما مضطربا، فاقدا للرؤية، فاقدا للبوصلة في اتجاه إصلاح الأوضاع في البلاد. يعني الوزراء داخل الحكومة ولائهم لأحزابهم أكثر من ولائهم للوطن وولائهم لإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد، وبالتالي يبقى الوضع مهتزاً. طيب، بينما يرى في أن نعم ربما وضحت الصورة عماد، يعني فيما خص ردود الفعل حول الخطاب، ولكن فيما خص الانتخابات ربما بدأت يعني تتزايد في الفترة الأخيرة وفي الآونة الأخيرة إمكانية المخاوف من إمكانية عزوف الناخبين عن الذهاب، يعني عن الذهاب إلى هذه الانتخابات. هل يمكن أن تضعنا في صورة الوضع والمسجدات الانتخابية في دقيقة واحدة لو سمحت؟ نعم، ليس هناك عبارة أكثر إبلاغا أو تبليغا من التي ذكرها الرئيس الباجي قائد السبسي في خطابه أمس. قال بأنه يعلم بأن 99.9% من التونسيين يشعرون بالإحباط. هذا الشعور بالإحباط يأتي من فشل النخبة السياسية التي أدارت الحكم بعد الثورة أو وصلت إلى السلطة حتى في الانتخابات الأخيرة، من تحقيق ولو شيء قليل من الوعود التي قطعتها في حملتها الانتخابية. الوضع المعيشي في تدهور مستمر، هناك حالة يعني بطالة متفشية ومتفاقمة، هناك تضخم في الأسعار وتدهور في المقدرة الشرائية وتراجع حتى في الإمكانيات الاقتصادية للبلاد،
وبالتالي حالة شلل تام، كل المؤشرات الاقتصادية تقهقرت إلى اللون الأحمر. هذا الوضع يعني يجعل المواطن ربما لا يشعر برغبة في المشاركة من جديد في اللعبة الديمقراطية، يشعر وكأن صناديق الاقتراع لا تفرز نخبة قادرة على تحقيق ما يتطلع إليه. نعم، شكرا جزيلا لك عباد شتارة، وأنت مراسل الميادين في تونس على كل هذه المعلومات. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام الانتخابية. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير. إلى اللقاء.